عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا، أخبار حضرتك؟ الحمد لله. أنا كنت بكلم حضرتك قبل المغرب في لقاء الفتاوى، كنت بسأل حضرتك في السؤال اللي هو لو رجل بيتاجر في السوق، في مثلا في معدات ثقيلة أو في تجارة معينة، فاتح محلات مثلا قطع غيار سيارات أو كده، في ناس بيعطوا أموال يشغل الأموال دي معاهم، فهو بيحسب بيجي آخر السنة مثلا بيحسب صافي الربح اللي هو طلعه، فهو راجل يسأل بيقول أطلع نسبة كام للراجل اللي هو معايا وأنا آخد نسبة كام؟ لأنه أنا شغال على قد الشغلانة دي فقط يعني. يلجأ إلى الأعراف السائدة في السوق في مثل هذه المهنة. نعم. أعراف التجارة في العموم. ها؟ العرف التجاري في عرف يعني ملاش مقدار محدد أصلا. لا بس العرف التجاري، عرف التجاري في المهنة، اللي يشغل ياخذ كام وصاحب رأس المال ياخذ كام. أنا شرط على أطر مثلا في الغالب، إن غالب التجارة بياخذوا مثلا 50% بعد مثلا لأن هو بيدير المشروع. خلاص أنت فهمت الكلام. خلاص فهمت أنت، انتهى الأمر. وأنا كان في سؤال آخر، الله يجزيك كل خير. بس لا تبادر، تفضل. لا مش قادر أصلا. تفضل. الآن في مثلا مجموعة من الناس مالهم بلغ النصاب، هم متفقين مع بعض مثلا إن هم بيطلعوا زكاة مالهم على أول مثلا شهر رمضان، فيجوا مجمعين المال ده والسوق ما شاء الله كميات كبيرة جدا من الرز والمكرونة والزيت، ويجيبوا عجول ويذبحوها ويوزعوها على الفقراء والمساكين في كل القرى الموجودة حواليهم. الآن بس ركز في سؤالك. هل يجوز شراء اللحم من زكاة المال للفقراء؟ لا يجوز. سلم الفقير حقه ويتصرف ما دام رشيدا. أما إذا لم يكن الفقير رشيدا، كان سفيها، وأنت ستشتري له السلعة الأساسية وبسعر أقل من المتداول. بالضبط، هو بيقول كده. بقول لك لا، مش كل القرى فقيرة كده. هل كل القرية عندك سفهاء؟ لا مش سفهاء. لا تشتري اللحم من زكاة المال، لا تشتري اللحم من زكاة المال وتوهم الناس انك رجل تذبح وتوزع، ما يجوز لك ذلك. لكن لو هو قال انا سلم الفلوس لصاحبها، ما قلت لك اشتري لي لحم. انا انت اشتري لي كم لحم ب 400 جنيه، انا اشتري ب 400 جنيه حاجة تغذيني لمدة نصف شهر. لا يجوز لك أن تتحكم فيها، زكاة المال حق للفقير.